اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر الوباء والبلاء وما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أنعمت به من الخير وأوليت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم قنا شر الأسوأ، ولا تجعلنا محلا للبلوى. اللهم أعطنا أمل الرجاء وفوق الأمل، يا من بفضله لفضله نسأل، نسألك العجل العجل، إلهي الإجابة الإجابة. يا من أجاب نوحا في قومه، ويا من نصر إبراهيم على أعدائه، ويا من رد يوسف على يعقوب، ويا من كشف ضر أيوب، يا من أجاب دعوة زكريا، يا من قبل تسبيح يونس بن متى. نسألك بأسرار هذه الدعوات المستجابات أن تتقبل ما به دعوناك، وأن تعطينا ما سألناك. أنجز لنا وعدك الذي وعدته لعبادك المؤمنين، أنجز لنا وعدك الذي وعدته لعبادك المؤمنين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. انقطعت آمالنا وعزتك إلا منك، انقطعت آمالنا وعزتك إلا منك، وخاب رجاؤنا وحقك إلا فيك. إن أبطأت غارة الأرحام وابتعدت، فأقرب الشيء منا غارة الله. يا غارة الله جد السير مسرعة في حل عقدتنا، يا غارة الله، يا غارة الله جد السير مسرعة في حل عقدتنا، يا غارة الله. اللهم اهد شبابنا ونساءنا وأولادنا وبناتنا، وردنا وإياهم والمسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم يا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا، يا ذا النعمة التي لا تحصى عددا، يا الله يا الله يا الله يا رب الأرباب، يا حنان يا منان يا قديم الإحسان. اللهم اجعل إيماننا طهارة لنا من الشرك يا الله. اللهم اجعل صلاتنا تنزيها لنا من الكبر يا الله. اللهم اجعل زكاتنا سببا لنا في الرزق يا الله، وصيامنا تحسينا لأخلاقنا يا الله، يا أرحم الراحمين، يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه. اجمعنا مع حبيبك صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه. اجمعنا مع حبيبك صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة يا أرحم الراحمين، وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا ناصر المستضعفين انصر أخواننا في فلسطين، يا ناصر المستضعفين انصر أخواننا المضطهدين في كل أرض يحارب فيها الإسلام. اللهم ارزقنا نصرا نمحو به بؤسنا، وعزا نطهر به غمنا. اللهم هون علينا سكرات الموت، وثبتنا إذا نزل بنا هادم اللذات، وانقطعت الأعمال،
وبقيت الحسرات. اللهم يسر لنا كل عسير، فإن تيسير العسير عليك يسير. اللهم شفع فينا حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم، وخفف عنا سكرات الموت. اللهم إنا نعوذ بك من السفاهة والتفاهة والبلاهة. اللهم إنا نعوذ بك من الاستدراج والغرور، وحب الشهرة والسمعة والظهور، وتعقد الأمور. وإلا يا ربنا أن لا نتاجر بهذا الدين المبرور، يا عزيز يا غفور. اللهم ارحمنا إذا يئس منا الطبيب، وبكى علينا الحبيب، وتخلى عنا القريب والغريب. اللهم وصرنا في بيت الدود، اللهم يا الله، وانفض عنا الأهل والأحباب، ووارانا التراب. اللهم ارحمنا إذا فارقنا النعيم، وانقطع النسيم، وقيل ما غرك بربك الكريم. اللهم نجي الشباب من هموم الحياة ومن هموم الموبايلات يا رب العالمين، ومما يواجهون من الأهوال والصعاب. اللهم زوج عزابهم، اللهم حصن فروجهم، اللهم جنبهم قرناء السوء، واحفظهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارزق شباب المسلمين عفة يوسف عليه السلام، واحفظهم كما حفظت الأولين، ونجهم بفضلك يا قوي يا متين. وارزق بنات المسلمين طهارة مريم عليها السلام، واحفظهن ونساء المسلمين من شر خلقك أجمعين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نبرأ إليك من إرهاب المرهبين، ونتبرأ إليك من سفك دماء الآمنين، ونعوذ بك من التعدي على أحد من خلقك أجمعين. اللهم اجعل بلادنا آمنة، اللهم اجعل بلادنا آمنة، اللهم اجعل بلادنا آمنة، مطمئنة سخاء الرخاء، وسائر بلاد المسلمين يا خير الحافظين. اللهم يا خير المسؤولين، ويا خير المعطين، يا من له الأمر كله، نسألك ونعوذ بك من الشر كله. اللهم يسر لنا أسباب رزقك، وافتح لنا أبواب فضلك. اللهم إنا نتوجه إليك بالنداء يسبقه الرجاء والبكاء. ارفع عنا كورونا، ارفع عنا كورونا، ارفع عنا يا ربنا كل وباء وبلاء، وما نحن فيه من الوباء. وارحم ضعفنا، وأقل عثرتنا، وقلة حيلتنا، ولا تفضحنا بالذي كان منا، ولا تمتنا إلا وأنت راض عنا. وارحم موقفنا غدا عندك يا الله، ونحن عرايا بين يديك. اللهم ارحم موقفنا غدا ونحن عرايا بين يديك. اللهم ارحم موقفنا غدا ونحن عرايا بين يديك. اللهم اكرم من مات منا ومن كان مصليا معنا في هذا المسجد، وارحمه يا ربنا رحمة واسعة، واغفر له وألحقنا به على الإيمان. نسألك شهادة في سبيلك، والموت في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحمنا إذا انقطعت آجالنا، وانقطعت أعمالنا، ولبسنا أكفاننا، وفارقنا منازلنا. اللهم كن معنا في دار البلاء إذا نسينا أهلنا والدنيا، برحمتك يا أرحم الراحمين. يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، يا قاضي الحاجات، يا مجيب الدعوات، يا غافر السيئات، يا ولي الحسنات، يا دافع البليات، استجب لنا آمين، استجب لنا آمين. وأبعد أولادنا يا ربنا عن اللهو عنك يا الله، وعن المخدرات. اللهم وفك أسر المعتقلين، برحمتك منك يا أرحم الراحمين. وارحم أولادنا وبناتنا الغائبين عنا في بلاد الغربة. اللهم واجمعنا وإياهم على حبك ورضاك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تجعل هذا الآن
هذا آخر العهد برمضان. اللهم لا تجعل هذا آخر العهد برمضان. اللهم لا تجعل هذا آخر العهد برمضان. نستودعك صيامنا وصلاتنا يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم